تحياتي ليك يا مريم وتفضلي. تحياتي للكابتن اسلام طبعا يا كابتن اسامه، برحب بيك يا كابتن اسلام. مبسوطه جدا ان انا موجوده لتاني مره على التوالي في الاهلي في المونديال في الحلقه الاولى طبعا. والحقيقه ان احنا يعني بنوعد مشاهدي قناه الاهلي الحقيقه بفقره اخباريه دسمه وتليق بالحدث العالمي اللي بيشارك فيه النادي الاهلي للمره الثالثه على التوالي وللمره الثامنه في تاريخه. وطبعا عايزه اضم صوتي لصوتكم اكيد واقول الحمد لله على نعمه الاهلي، الحمد لله ان احنا بنشجع النادي الاهلي، وفعلا هي نعمه كبيره جدا، لأن أكيد النادي الأهلي بيشرف مصر والمصريين لما بنتكلم إن فعلا النادي الأهلي بيمثل مصر، فدي حقيقة مش كلام، لأنه النادي الوحيد اللي يعني يمكن هو الأكثر حصولا على البطولات في العالم، وتاني أكثر نادي حصولا على البطولات القارية بعد نادي ريال مدريد. فلما بنتكلم إنه لازم طبعا الحمد لله على نعمة الأهلي وتشجيع النادي الأهلي، لأنه الحقيقة بيشرف مصر في كل المحافل الدولية اللي بيشارك فيها. طبعا نبدا اخبارنا النهارده الخاصه بالاهلي في المونديال، والحقيقه ان احنا نبدا بمارسيل كولر المدير الفني للاهلي اللي عقد اجتماع مع اعضاء الجهاز الفني واللاعبين بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكره قبل انطلاق المران الجماعي الذي اقيم صباح اليوم. وحرص كولر طبعا على الحديث مع اللاعبين على اهميه الفتره المقبله والتركيز في معسكر الفريق بالمغرب استعدادا طبعا لبطوله كاس العالم للانديه. وطلب المدير الفني ومدير الكرة من اللاعبين التركيز في مباراة أوكلاند سيتي في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، وذلك طبعا لإسعاد الجماهير. لو عايزة أقف هنا شوية طبعا يعني يا كابتن أسامة يا كابتن إسلام، يمكن بنتكلم عن مباراة أوكلاند سيتي طبعا والأهلي يوم الأربعاء المقبل، يعني يمكن في على السوشيال ميديا تباين في آراء الجماهير، الجماهير شايفاها صعبة، بعض الاخر من الجماهير شايفين ان هي مباراه سهله وسهل ان الاهلي يتخطيها. ما ينفعش ان احنا يعني او ان انا اكون مع اثنين من قامات الكره طبعا في عالم كره القدم، واكيد طبعا يعني مش بس قامات في كره القدم، ولكن الحقيقه ان هم كان ليهم مشاركه قبل كده. يمكن يا كابتن اسامه شاركت ثلاث مرات 2005 2006 2008، كابتن اسلام طبعا حضرتك شاركت 2005 2006. لو يعني هنتكلم فنيا عن مباراه اوكلاند سيتي شايفينها ازاي، وهل فعلا يعني نأيد الجماهير اللي شايفاها صعبه ولا سهل تخطيها فعلا بالنسبه للنادي الاهلي؟ ابتدي بالكابتن اسلام. طب انا بشوف انها ماتش صعب جدا 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 جدا، لانه لو تفتكر برضه يا اسامه ماتش اتحاد جده، ماتش اتحاد جده في 2005 كانت اول مشاركه لينا في كاس العالم، واحنا رايحين كل جمهورنا الاهلي واقف في ظهرنا كالعاده الحقيقه، ويعني كان تحس كده ان الناس حاسه ان احنا هنكسب لو تفتكروا الفتره دي. فالحقيقه اتغلبنا 1-0 في مباراه كنا الاقرب دائما للفوز بيها، لانه كنا الافضل في كل شيء. لو يعني يمكن كنا في طوال ال 90 دقيقه احنا اللي هاجمين واحنا اللي هنجيب، لكن في النهايه المباراه انتهت 1-0 ورجعنا على مصر على طول، ما قعدناش غير 4-5 أيام. فبالتالي أنا دايما بشوف إن ماتش أوكلاند سيتي البداية في البداية مباراة صعبة جدا جدا جدا، وأنا كان معايا المدير الفني في المدير الفني لأوكلاند سيتي في البيت الكبير من حوالي أسبوعين، وقال لي إن إحنا بنستعد جيدا، وقال لي أسماء لعيبة النادي الأهلي أو الأسماء اللي بيعتمد عليها النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، يعني معنى كده إن هو متابع جيد جدا جدا للنادي الأهلي ودارس النادي الأهلي بشكل كبير. فأنا شايف إنها ماتش صعب جدا جدا كمان. طبعا بداية أي بطولة بتكون صعبة. اللي بيسهل دايما المباراة الأولى لعيبة النادي الأهلي بتركيزها زي ما قلت، دخولها في المباراة، الاستعداد، الدوافع. النهاردة دي السنة الثالثة على التوالي، النادي الأهلي حقق يعني ميداليه برونزيه في قطر وميداليه برونزيه في الامارات. دي المشاركه الثالثه على التوالي، لازم الرغبه عند اللعيبه تبقى اكبر. العامل النفسي والتحضير النفسي في المباراه الاولى مهم جدا. الحاجه الثانيه في امور طبعا في صالحنا، ان احنا بنلعب وسط اشقائنا في المغرب، الجماهير طبعا المغربيه والجماهير المصريه نفاد التذاكر، ده هيكون دافع كبير لنا زي ما شفنا في الامارات اعداد كبيره، وكان برضو العدد القليل في الدوحه وقت الكورونا، لكن كان في تواجد جماهيري برضو بنسب كبيره، ده دافع كبير للاعيبه النادي الاهلي. لكن دايما ضربه البدايه بتكون مهمه في التركيز. طبعا اوكلاند سيتي فرقه لها طموح، لسه عايزه تحقق مجد في كاس العالم للانديه، لكن اكيد ان شاء الله تكون الدوافع للاعيب النادي الاهلي لمارسيل كولر المدير الفني الجديد لنا ده اللي بيخوض لاول مره البطوله دي، حاجه هتكتب في السي في
سي في بتاع كولر في التاريخ بتاعه لعيبه النادي الاهلي. اتمنى انها يعني الحلم او الطموح يوصل بقى نلعب، نفسي نلعب بقى على اول وتاني السنه ده يا رب يا اخي يا رب. انت عارف كلنا مستنيين يا مريم، ان شاء الله ربنا يكرمنا طبعا يوم الاربع نتمنى ان شاء الله، بس خلينا نقول الكلام ده بعد واحدة يوم واحدة الاربع واحده واحده لانه بجد كلنا ثقه في لعيبتنا، كلنا هنقف في ظهرهم، لكن في النهايه احنا عندنا مباراه يوم الاربع 90 دقيقه او يمكن اكتر شويه، لكن مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل يوم الاربعاء. احنا بنلعب كره قدم في النهايه، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. ان شاء الله الاهلي يكون قدها ويرفع راسنا زي ما بيرفع راسنا دايما في المحافل الدوليه، ويكون مشاركه قويه ليه في افتتاحيه طبعا كاس العالم للانديه امام اوكلاند سيتي. لسه مع اخبار الاهلي طبعا، بعد ما خاض الفريق الاول ميرانو الاول صباح اليوم بالستاد تطوان بالمغرب، وذلك في بدايه الاستعداد لكاس العالم للانديه، بدا طبعا لاعبون فقرات المران الجماعي بتدريبات استشفائيه وبدنيه متنوعه، وده طبعا للتخلص من اجهاد رحله الطيران. وقاد طبعا اندرياس اندويا مخطط الاحمال اللاعبين في فقرات بدنيه متنوعه لمده 30 دقيقه مع بدايه المران. كمان قاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللاعبين في فقرات فنية وتدريبية متنوعة ضمن فقرات المران الجماعي، وأدى اللاعبون طبعا تدريبات خاصة بالكرة وفقرات متنوعة للتدريب على الكرات العرضية وكذلك الضربات الثابتة. لسه طبعا مكملين مع كواليس مران الاهلي في كاس العالم للانديه، واستعدادا طبعا لمباراه اوكلاند سيتي. وقاد ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى مران قوي للحراس، وطبعا قاد ميشيل رباعي حراسه المرمى محمد شناوي علي لطفي حمزه علاء ومصطفى مخلوف، ده طبعا في فقرات بدنيه وتدريبات الكره المتنوعه. وادى طبعا الرباعي تدريبات منفرده شهدت التركيز على التحركات والتصويب عن قرب وايضا الكرات العرضيه. كمان طبعا اكيد كل جماهير النادي الاهلي بتبقى عايزه تطمن على اصابات النادي الاهلي، يمكن كنا متابعينها من قبل حتى سفرهم للمغرب في المشاركه لكاس العالم في الانديه، عايزين طبعا نطمنهم كمان بعد السفر للمغرب. يمكن انتظم كل من محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات ثلاثي فريق الكره الاول بالنادي الاهلي في التدريبات الجماعيه للفريق، وحرص طبعا احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي على متابعه حاله هؤلاء اللاعبين للاطمئنان على حالتهم الطبيه قبل الانتظام في التدريبات الجماعيه للفريق. نروح طبعا دلوقتي لكل الاخبار الخاصه ببعثه النادي الاهلي في المغرب، والبدايه طبعا مع استقبال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق بالمغرب ياسر ابراهيم السفير المصري بالمغرب، وايضا القنصل احمد مبارك، واللذان حرصا على حضور تدريبات الفريق التي اقيمت صباح اليوم. وحرص طبعا السفير المصري بالمغرب على الاجتماع بالكابتن محمود الخطيب والتاكيد على العمل لتوفير اي احتياجات للبعثه، لا سيما أن النادي الأهلي هو ممثل مصر في محفل كأس العالم للأندية. النهاردة كمان تسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الكرات الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية من فيفا واللجنة المنظمة للبطولة بالمغرب، وخاض طبعا اللاعبون المران الأول للفريق اليوم بالكرات المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب. انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جلسة التصوير الرسمية الخاصة بفيفا وفقاً للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، واللي بتستضيفها المغرب طبعاً خلال الفترة من 1 وحتى يوم 11 من فبراير المقبل. وأدى اللاعبون جلسة التصوير بزي الفريق الرسمي والذي يشارك به في كأس العالم للأندية. أيضا تسلم المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، يعني يمكن نيابه عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة الثامنة في البطولة من وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة طبعا المنظمة للبطولة. وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة بالمغرب اجتماعا تنسيقيا لبعثة الفريق لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة. اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب عقدت اجتماع تنسيقي لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة، وعرض طبعا مسؤول الفيفا واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة اللي بيتم طبعا تطبيقها.
وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية والطاقم الإداري للبعثة والجهاز الفني والإداري وأيضا اللاعبون. وخلال الاجتماع التنسيقي عرض وفد فيفا واللجنة المنظمة كلمة ترحيبية لرئيس الفيفا طبعا جياني إنفانتينو ببعثة الأهلي وبمشاركة الأهلي للمرة الثامنة في تاريخ النادي. نروح بقى لنادي أوكلاند سيتي. واصل الفريق النيوزيلندي تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراتهما الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية. ونشر طبعا نادي أوكلاند سيتي عبر حسابه الرسمي صور من تدريبات الفريق واللي أقيمت صباح اليوم. من جانبه طبعا أكد كاميرون هويسن قائد فريق أوكلاند سيتي أن المواجهة ستكون صعبة وأن فريقه على دراية كاملة بنتائج مارسيل كولر مع النادي الأهلي وعلى دراية أيضا بأن فريق الأهلي لم يهزم حتى الآن حتى هذا الموسم أو في هذا الموسم. وقال أن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي عن طريق الانتظام في معسكرات تدريبية قبل المجيء إلى المغرب. وأكد طبعا أن فريقه على أتم الاستعداد للمواجهة المرتقبة. امتدح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المستوى الذي ظهر به اللاعب يحيى عطلة مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم في قطر 2022. وأكد الفيفا عبر حسابه الرسمي أن يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي كان أحد أفضل اكتشافات كأس العالم وأن هو لديه فرصة طبعا جديدة للظهور مع فريق الوداد أمام الهلال السعودي في مونديال الأندية. أيضا طبعا مع بقية الأخبار الخاصة ببقية الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية وأعلن نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف موعد سفر بعثته إلى المغرب استعدادا طبعا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022. وذكرت إدارة النادي أن بعثة الفريق ستسافر إلى المغرب الخميس المقبل فيما يواصل معسكره التدريبي في مارينبا بإسبانيا استعدادا لمونديال الأندية. يذكر طبعا أن سياتل ساوندرز هو أول نادي أمريكي يشارك في كأس العالم للأندية. وزي طبعا ما بيكون معانا أخبار كتير خاصة بطبعا مشاركة الأندية في كأس العالم للأندية طبعا بيكون للأهلي في المونديال أخبار خاصة وحصرية بيه. ويمكن الخبر اللي جاي ده خبر خاص وحصري لبرنامج الأهلي في المونديال وطبعا يعني بيخص بعثة فريق ريال مدريد اللي هتصل عاصمة الرباط يوم 6 فبراير المقبل. وبحسب طبعا تصريحات خاصة من إعلام نادي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا لبرنامج طبعا الأهلي في المونديال وقناة النادي الأهلي إن إدارة النادي حددت يوم 6 من شهر فبراير المقبل لوصول بعثة ريال مدريد للعاصمة المغربية وده طبعا للمشاركة في نصف النهائي ومباراته الأولى اللي هتقام يوم 8 فبراير.